عند البول زواده واحد المركز يكون صائد. المركز الصائد هذا غير قال الجماعه العوام يعني اللي عنده منطقه في داخل عنده لا غوبو يعني عنده مداخل. لماذا نظن ان نعرف ان لا غوبو لازم ان يجمع عندنا افق عليا ولا واحد القاعده السكن من هذه السباق مثلا كانت تنسمى ان يمكننا واحد الجزيئه سكنيه في البلديه اللي عم دخلنا مداخل وغتكون جزيئه سكنيه منتجه لاستقبال فيها فيلا فيها مناطق ديال السكن سنت عمارات فيها بلوس دو ابوس. لماذا لا نفكروش هكا وتكون على المداخل الجماعه؟ عندنا مشروع كيوازي مجموعه من المداخل حتى الجماعه خصها تاخذ النصيب ديالها. يعني خصنا نفكروا كامل في احداث واحد الجزيئه سكنيه لاستقطاب هاد الموظفين وهاد القطر اللي غادي يجيو يشتغلوا معنا هنا على غير ان الناس ديال الساكنه ديال الزواده عاد تشتغل حتى في هاد القطر. ولكن لا محاله غادي يجيو قطر يعني من مدن اخرى خصهم نفرلو السكن بجانب القطر الفلاحي. بالاضافه الى هذا حنا الحمد لله محطوطين عندنا دي دوبلومون ديال لابوا عندنا مجموعه ديال الضوابط كلها يعني ما الى ما 99% كلها عندها الضوء يعني الاسلاك الكهربائيه. عندنا الحمد لله المشروع اللي قلبي اللي قال لي زفونا السيد الرئيس ديال الماء حنا الاشكال اللي كاين تاع التعمير حنا كنعهدكم مننا ان هذه المشاكل ديال الرخص وتبسيط المساطح كنعاود نركز على تبسيط المساطح من ناحيه ديال الوثائق ديال الملكيه من ناحيه ديال يعني ملفات طلبات البناء. هنا عندنا واحد الاتفاقيه تشاركه انا بغيت نشير لها تما زفوا السيد الرئيس باش هو يساعدنا فيها هو على اساس ان كاينه مساعده تقنيه وهندسيه في العالم القروي دوريتين ديال السيده الوزيره خرجت السيده الوزيره مؤخرا دوريه على اساس ان عقدنا اتفاقيه شراكه مع هيئه المهندسين المعماريين والمساحين التوبوغرافيين على اساس انهم يجزوا لنا تصاميم هندسيه وتوبوغرافيه وتصاميم الخرسانه اللي غتسلم للمواطنين بدون مقابل بالمجان. يعني اشكال الرخصه حنا غادي نعطيكم البلانات ولكن على اساس تكون عندنا واحد المنطقه مجهزه وتكون عندنا فيها واحد الرؤيه مندمجه. ما غاديش نجي نقول السيد غادي تسكن انت هنا والاخر ما نعطيش ما يمكنش. هنا بقى كما تنقولوا كاين هنا المجهود اللي نطلبوا من السيد الرئيس وديال العماله اللي كتقبلنا الدعم المطلق في هذا السياق اننا نحسيو الناس ونشوفوا شي منطقه اللي تقدر تستقطب هذه المشاريع هذه ونكون ان شاء الله غادي تكون صالح سباقه جماعة الزوال. وحنا على يقين ان شاء الله اذا ضافرنا الجهود انا غادي نخرجوا بالنتيجه ان شاء الله.